ل 6 مليار دولار توزعت باخر سنين على القطاع المصرفي، بس بنعرف كمان انه القطاع المصرفي ضخم، بدكم تجوا ترجعوا ترقسم له المصارف الموجوده هون. كمان بيقولوا لهم ما فيكم تضلكم بهالعدد المصارف يلي جزء منهم كبير منه عم يعمل شيء غير، يعني دور المصرف هو انه يعطي قروض للقطاع الخاص لحتى نبني اقتصاد منتج. في جزء كبير من المصارف اللبنانيه كانت مثل الكاس، يعني بتحط فيها مصاري وبترجع بتغطيها مع فايده، ما كانت عم تعمل اقتراض او عم تعمل استثمارات. فقالوا لهم عندكم استثمارات بالخارج واصول بالخارج سيلوها وتعوا حطوها، عندكم اصول هون بلبنان بنرجع بنقدر لكم اياها وبنقبلكم اياها بالكابيتال تبعكم، وخلينا نبني قطاع مصرفي جديد وفعال. المصارف أكيد ما بدها تعتبر بأنه هي خسرت 20 مليار وبدها ترجع، عم بتساوم، بس بالآخر الكل بيعرف أنه هيدا الواقع، يعني كل اقتصاديي لبنان والخارج كتبوا على هالموضوع. طيب هيدا تاني شيء، أول شيء المصرف المركزي، تاني شيء المصارف، تالت شيء أول شيء أن حكينا عن توزيع الخسائر، بعدين المصرف المركزي طبعا والمصارف اليوم، بس وين بتطال المواطنين؟ المواطنين اليوم مثل ما قلنا في الدولة عم بتجرب تلاقي، المصرف المركزي اللي هو مسؤول عن المصارف والودائع عم بجرب يلاقي الحلول. أول حل لأنه ما في عنده سيولة بالدولار، قال لللبنانيين تاخدوا أنتوا مصرياتكم بالليرة اللبنانية. وأول فترة صار في شيء بالفعل منه عادل، يلي هني طلبوا من المودعين المودع الصغير اللي هو مضطر يسحب من مصرياته لحتى يصرف، عم بيعطوه كانوا قيمة الدولار تبعيته اللي موجودة بالمصرف ب3000، وهلأ صارت ب3000. أول شيء بلشت ب1500، بعدين صارت ب2600. عم بيصير في نوع من لبنني للمدخرات، وأنا بعتقد هيدا الشيء لحد اليوم لأنه ما بنعرف قديش السيولة الموجودة بمصرف المركزي، ما فينا نعرف إذا هيدا شيء جيد أو شيء مجبورين فيه. نعم، هل بدأ بالمتعاقدين يعني اليوم لا، بالدولة اللبنانية؟ ليش عم ينحكى إنه ممكن تخفيض عدد المتعاقدين نحو 5% على صعيد سنوي؟ وهيدا انحكى فيها، ومقبول مثلا إعادة النظر بالتدبير رقم 3 بظل هالظروف، وكمان يعني هيدا موضوع مطروح ضمن سياق الخطة. عم ندخل بتفاصيل بهم الناس. أنا اللي متعاقدين بالدولة، موظفي القطاع العام اليوم هن حسين حالهم معنيين أيضا بتخفيض عدد من المتعاقدين. هل تلحظ الخطة تخفيض عدد من المتعاقدين؟ الخطة بتلحظ مثل كل الخطط اللي بتجي من بعد الإفلاس تقشف. التقشف مين بده يطال؟ التقشف بده يطال بأول فترة موظفين الدولة، لأنه وين نفقات الدولة؟ نفقات الدولة إجمالا هي على المعاشات وعلى القطاعات العامة، فأكيد الخطة بتقول أنه لازم تقليص من عدد الموظفين، وإجمالا أكيد المتعاقدين هن اللي أكتر عالم معرضين لأنه ما في عليهم تسبيت. مقبول إعادة النظر بالتدبير رقم 3 بظل هالظروف؟ اليوم في كتير من يعني مش لاحظته الخطة، يعني ما بتعرف. كمان في اليوم مطروح، قبل ما ناخد أسئلة في اتصال صار وقت ناطر، خلينا ناخده. مين معي؟ ألو، صباح الخير. صباح النور. مدام هول بس يجتمعوا منقول الله يستر نحن كمواطنين. يعني ما بيجتمعوا إلا علينا، يعني أنت هلا أنا ما بتوقع أنه يطلع شيء خبر أنه يقولوا مثلا توقيف العمالة الأجنبية بلبنان كلياتها وإجبار المؤسسات أنه مثلا يتوظف لبناني، أو ينقال مثلا رفع الحد الأدنى للأجور خلال هيدي الفترة لحين مثلا ما يرجع الدولار. هاي بعد ما سمعناها من حدا، نسمع أنه فلان راكد على مقعد عشان الطائفة وهذا اللي هلك البلد، هذا سبب دمار البلد، قصة الطائفية وحق الطائفة ومحق الطائفة. ما حدا قاله حق، ما حدا قاله حق عند حدا. الدولة هلك وعرضها من وراء توظيفاتهم، من وراء ضخامة عدد الموظفين اللي عنا. يعني احنا مثلا بنقول التعليم في عنا لكل ما بعرف كم طالب استاذ، يعني عيب والله عيب، وما عنا تعليم. يعني هذيك هلا الكورونا كشفت كل شيء، كشفت كل شيء. نحن ما قادرين نعلم، مش عم بعد على الواتساب ما قادرين نعلم. يعني هيدي بلد من افشل البلدان، وهلا الخطة الاقتصادية هيدي بس لا يشوفوا شو بدهم يعملوا مع المصارف، بينما انه للقطاع الزراعي والقطاع الصناعي ولا دبر راس العالم، المواطن يدبر راس، اصحاب الشركات تدبر راس، وهن لازم يلجأوا للشركات الصغيره يساعدوها ويدعموها
قبل بمرة صايرة مع عدونا الإسرائيلي وطلعوا منا وصاروا هلا من أقوى الاقتصادات بالعالم. يا أخي شوفوا تجربتهم، شوفوا التجربة التركية، شوفوا التجربة اللي بدكم إياها، جيبوا بلد منيح وتماثلوا فيه، خلوا يجيبوا لكم حلول خبرة، مش زعمة حرب وسياسي سبب الفشل، جايين يجيبوا لي حل، ما بيجيبوا لي حل هولي. نعم شكرا لك، أهلا وسهلا فيك كمان، صباح الخير. يرجع عدم ذكر الاسم مش رح نذكر. سؤالي، في حال أقرت الخطة الاقتصادية وتثبت الدولار على سعر معين، هل يا ترى قادرة المؤسسات العامة والخاصة والمدارس تدفع رواتب لموظفينا آخر الشهر؟ عم نسألك قادرة؟ طبيعة الدولة اللبنانية فيها تطبع دولارات، أكيد هيدا الشيء بيعمل تضخم وبيعمل أنه سعر النقد بده يكون بعد متدني أكتر، بس أكيد الدولة اللبنانية رح تضل فيها تدفع معاشات، رح تضل ما فيها عندها مشكلة. نعم. بس فيه جاوب كمان، فيه بس قول للمستمع الأول أنه نحن منوافق الرأي 100% أنه منظومة اللي وصلتنا لهون مش هي المنظومة اللي فيها تخلصنا، فبالتالي بالطبع موافق الرأي أنه نحن لازم نتجه صوب دولة مدنية تدافع عن حقوق المواطنين طريقة واضحة وعلمية. الأستاذة هلا بلجاني، أنت مع إقرار الخطة للبلئن اختيارياً؟ إقرار؟ سوري؟ الخطة للبلئن؟ للبلئن؟ لا، هاي الخطة بتقول البلئن ممنوع، هي ما عم بتقول البيل ان شو يعني، انه بتجي سوري البيل اوت ممنوع، هي البيل ان. البيل عم بتقول الخطه لبعض الاصحاب الاموال الاكاونت الكبار، الحسابات الكبيره، في عندهم خيار انه هن يحولوا قيمه الحساب تبعهم الى شارز بالمصارف، بس هذا شيء اختياري لانه هن يعني يكونوا مساهمين بالمصارف، يصيروا مساهمين بالمصارف من بعد ما يصير في اعاده هيكله للمصارف. ليش بيعملوا هذا العرض؟ لانه اجمالا رح يقولون لهدول العالم يا اما بدنا نجمد لكم اموالكم لخمس سنين يلي هن تقريبا قطع اكيد من قيمتهم، يا اما اذا بتحبوا حولوا جزء منهم لمساهمه بالمصارف. هل انا مع او ضد؟ هيدا شان بده يصير بالحوار والبحث. البعض بيقول انه لازم تتجمد ودائعهم على مدى خمس سنوات ويشجعوا اصحابها على استثمارها بقطاعات منتجه عبر اعفائهم مثلا من ضريبه الدخل، هيدي من الانتقادات. لا هلا بيجي استاذ كريم الظاهر استاذنا كلنا على الامور الضرائبيه، اكيد ما فينا نعفي من الضرائب، فينا نوجه الضرائب مثل ما تفضل المستمع الأول على الاستثمارات المنتجة يلي نحن بدنا نشجعها، أو على مناطق معينة بالدولة بلبنان لحتى نشجع العالم تضل قاعدة بمناطقها وتستثمر بالزراعة وبالصناعة، بس أكيد ما فينا نعفي من الضرائب. ما دخل الدولة من وين بده يجي؟ بده يجي من الضرائب. بدنا إعادة تصويب للضرائب لحتى تكون عادلة، بدنا توحيد للضرائب، ضرائب بدنا توسيع لقاعدة المكلفين، بس دولة ما فيها تعيش من دون ضرائب. واحدة من أزمات لبنان هي أنه كانت تعيش مع تهرب ضرائب عالي. عن تحرير سعر الصرف تراجعوا عنه بسرعة، يجي مع الوقت. مش مصبوط أنه تراجعوا عنه بما أنه هيدا الخطة بتلحظ أنه مش تراجعوا عنه بس طولوا له المدة، أنه بلشوا بدل ما يكون 500 بالقبل. نعم. هم كانوا مبلشين بالخطة القديمة أنه بده يكون سعر الصرف على 2600 وشوي شوي بعد 3 سنين بيوصل على 3200. هيدي الخطة مبلشة ب 3500 لحتى توصل لل 4200 فيما بعد، فبالتالي ما فينا بلبنان نحرر سعر الصرف. اليوم إذا منحرر سعر الصرف بلا اقتصاد منتج بتوصل لقيمة الليرة على 10000 دولار، يعني عم تحكي عن حالات فقر متقح. ما فينا نحن نوصل على هيك قرار، بس بدنا نخفف من كلفة تثبيت سعر الصرف اللي نحن دفعنا حقه 40 مليار دولار بالماضي. فينا نقول اللي ذكرناه هون اليوم أبرز عناوين الخطة، بعد في شي عنوان بارز؟ لأن في اتصالين ناطرين. هلا في عدة أمور بتعالجهم الخطة، رح نحكي عنهم بسياق الحلقة. خلينا نستقبل اتصال. من معي؟ موجود. يا أهلا وسهلا. يا هلا. عندي سؤال للمدام، وانا شوي نيجاتيف، بس انا مش مؤمن بهذه الخطه لسبب واحد بس، انه هذه خطه انقاذ بدها تكون على اساس مبدئين كثير هينين. اول شيء يوقفوا السرقه والنهب والاملاك البحريه، وما قربوا صوب البور، ما قربوا صوب المطار، ما قربوا صوب المعابر، ما
بقربوا صوب ولا شيء من هدول يلي فيهم هن كثير فساد وكثير تهريب مصاري وسرقه. هيدي هيدا من ناحيه. من ناحيه تانية دقوا بالضرايب، حطوا ضرايب جديده 15% تي في ا 3500 ليره سوري 1000 ليره على المازوت، ثبتوا سعر سعر تانكة البنزين، ثبتوا هذا. شو هي هيدي الخطة الإصلاحية؟ وين دعم الصناعة؟ وين دعم الزراعة؟ وين وين وين؟ هيدا ما من خطة اقتصادية. هيدا كل اللي بده يصير أنا باعتقادي اللي صار هو خطة ليقطع وقت، ما بعرف لوين واصلين. بس وما ولا شك فيه إنه نهار الأربعاء مطلوب اجتماع ليكونوا بالتكافل والتضامن عم بي عم بي عم بيساهموا بانهيار البلد كليا. انا ماني خبير اقتصادي ولا انا مواطن عادي، بس اللي عم نشوفه سوري على انه انا شوي بس اللي انا شفته من خطه، اذا ببيته الواحد بده يعمل خطه بيقدر يعملها بغير اول شيء يوقف السرقه، يوقف الهدر، يجيب المصاري المنهوبه، يحط الزعر. واحد ازعر، واحد ساري، واحد حرامي ما فات على الحبس. وين اي خطه عم بيحكوا؟ شكرا لك، وصلت الفكرة. أوكي. يعني اليوم بلا محاسبة كيف بدنا نبني اقتصاد؟ بالفعل كل الاتصالات اللي عم تجي عم بتشير هلأ. بدي أحكي شوي عن المضمون وبدي أحكي عن الكادر العام اللي عم ينحكى فيه. كل الاتصالات اللي عم تجي عم بتفرجي أنه في بين اللبنانية والسلطة الحاكمة أزمة ثقة، وهيدي أزمة الثقة الكبيرة والفجوة الكبيرة. من دون ما نصلحها ما فينا ننتقل لمرحلة القادمة اللي هي برجع بقول مرحلة رح تكون مؤلمة. حتى لو إجينا أفضل قياديين بالعالم ونزهين جبناهم من الدنمارك وإجوا استلموا لبنان وبلشوا بالإصلاحات، على كل حال هيدي الفترة رح تكون كتير سودة. فهيدي بتكون سودة حتى مع قيادة متنور أو قيادية متنورة وهي مستعدة تسوقنا لبر الأمان. فكيف هيدي الخطة قديش بدها تكون سوداوية إذا نحن فاقدين ثقة وفاقدين رؤية بالطبقة الحاكمة؟ بس بدي فوت شوية بالتفصيل. لا، هن بالخطة لاحظين أنه بدهم حاطين أنه بدهم يعملوا استعادة للأصول المنهوبة. وهيدي مطلوب منهم يعني، بس أنا بتصور هيدي عم بخدرونا. ما رح يصير هيدا الشيء. يعني خلينا نقول هلا بيرجع كريم داهر مدام مستضيفينه، بليز بتمنى العالم اللي فاتت تسمع اللي بده يقوله كريم. مش مزبوط انه هن مزبوط انه الخطه خطه اصلاح مالي ونقدي اكثر من ما هي خطه اقتصاديه كثير ضعيفه بالقنوات الاقتصاديه تبعيتها. بناء اقتصاد منتج بلبنان بده تفكير وتركيز واخصائيين فهمانين، وعنا منهم الكثير بلبنان، بس بده حوار مجتمعي. بس الخطه بتلحظ انها تشجع قطاعات الزراعه والصناعه بتخفيض الضرائب. ما بظلم انه نقول لا، بس هن مروا بسرعه كثير على الاقتصاد. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ الو، مرحبا. مرحبا، مازن من جبال. يا هلا، تفضل مازن. بس عم تلفن انه انا مش عم بفهم كيف ما فينا نفايلة سعر الصرف، لانه البلد منه منتج. معك حق مدام، البلد منه منتج، وكل هالسنين المرقت واكتريت هالخسارة يلي حملها لبنان من وراء الدولارات جاية وديع من برا. صحيح. الوديع ما استعملت تتنتج شيء، استعملت بس تتمول الاستيراد. صحيح. وتثبيت سعر الليرة ودفع الفوائد من الأصل كان. فصار في هذه الفجوة. صحيح. معك حق، نحن بلد منا إنتاجي، بس طالما الليرة مثبتة على سعر artificial رح يضل الاستيراد أعلى من الإنتاج، ويضل يلي مثبتين سعر الليرة عسيب دولارات حدا تاني. كيف بدنا نثبت الليرة؟ تثبت الليرة أو ما تفلت سعر الصرف، مصرف لبنان أو حدا بده يحمل أرمه ويقول أنا بدي بيع دولار بهالسعر. طالما هيدا ما عم بيصير. صحيح. يعني فعلا الليرة منا مثبتة. فبهي الطرق اللي عم بيحاولوا يعملوها، يلي ساعة بيقلك الـ OMT 3200، ساعة البنك بـ 3000، ساعة الدول الصايرة في ممنوع يشتري ويبيع، وين الاقتصاد الليبرالي الحر؟ وتاني شيء هيك عم تمنعوا العالم تسوي دولارات من برا. في كثير عالم عايشين برا هلا ما عم يقدروا يجيبوا مصريات، لأنه ما في مطرح يصرفون على سعر السوق. وآخر شغلة، معك حق، قلت الدولة بضل فيها تدفع معاشات لأنه عم تدين ليرة لبنانية من مصرف لبنان. طالما كل شهر عم يضخ الدولة
ألف مليار ليرة تقريبا معاشات، ما هودي عم يحطوا ضغط على الدولار، ما بعرف بأي طريقة رح يقدروا يثبتوه، وما بيصارحوا العالم إنه يشيلوا الدعم عن كل شيء، يفالتوا الليرة ويأخذوا هالدولارات اللي معهم ياهن يدعموا فيهم القطاع الفقير، يعطوا الفقير. يعني أنا مثلا كتر خير الله وضعي منيح، مش مضطر اشتري دواء مدعوم أو بنزين مدعوم أو مزوت مدعوم على حساب دولارات غيري، لازم يفالتوا. شكرا. أوكي شكرا، أهلا وسهلا. تفضلي. اوكي، صحيح انه بالخطه بتلحظ اول شيء انه لازم يصير في سعر موحد للدولار، لانه معك حق بالمية مية، ما فينا نكفي، ما حدا رح يامن للقطاع اذا ما بيعرف قديش بده يكون ساعتها عبي... بنخلص من السوق السوداء، بنخلص من السوق السوداء، والارجح شوي شوي بقل الطلب على على الدولارات، لانه نحن منا بحاجه لدولارات، بس نحن بحاجه لدولارات بس يكون عم ناخذها من البنك ب 2000 او بثلاثه وعم نصرفها وعم ندفعها بعدين للصيرفه باربعه، بس انه لبناني منه بحاجة لدولارات. بس الأكيد نحن رح نكون عم نفوت بفترة انكماش، يعني نحن مصاريفنا رح تقل كتير. بالخطة بيلحظوا أنه نحن الاستيراد تبعنا بده يمرق من 11 مليار يلي هو الحالي بال 2019 ل 3 مليار، بس خلوا هيدا الرقم يفوت شوي، يعني لبنان ما رح يستورد بقى غير حاجاته. فبالتالي الخطة بتلحظ أنه لازم يصير في اقتصاد منتج بالبلد، لازم نبلش نروح صوب الصناعات وصوب الزراعة على القليل للأمانة الغذائية. نعم. فمن 11 مليار استيراد ل 3 مليار سنة الجاي، يعني كل الاشياء اللي نحن معودين لها من الخارج رح توقف. نعم. رح نستقبل اتصال من هولندا، بس بسرعه احمد اذا سمحت تفضل. على السريع، انا عامل مداخله، تحياتي لك لدايرتك كمان اليوم. عامل مداخله قبل هلا بالنسبه لخطه الاقتصاد، وبالنسبه للبنوك انه بدهم يعطوهم اسهم بالبنك او يثبتوهم على 5 سنين. أنا بعتقد هيدي إبرة مخدر للبنان، للي حاطط مصيرته بالبنك اللبناني بالبنوك اللبنانية، لأنه نحن كنا بالقبل هلا عندنا مشكلة مع التعاونيات اللي كنا حاطين فيها أموالنا، كمان حاطين مئات ألوف الدولارات. أنا شخصيا عندي أكثر من 100,000 دولار بالتعاونية، لما التعاونيات أعلنت التعسر تاعها من 15-17 سنة قالوا لنا فينا في اوكي ثبت لكم على 5 سنين وبعدين فيكم تسحبون، قالوا لهم ما مشكله. لما حققوا الخمس سنين قالوا والله المصير الله ما في هلا وفي مشاكل، قلنا نعطيكم 70% من هون وبكون عليكم 30%. قالوا لهم طيب اوكي مضينا وراء، قالوا اعطونا لنشوف، قلنا مضينا وراء، راحوا الوراء وراحوا المصريات، ولحد هلا بعدنا بنقول وين لنا، لا اصلا هلا حطونا ملفنا بالثلاجه. نعم شكرا لك. نعم شكرا لك محمد، تفضل. مع حق محمد، المصاري بلبنان اختفت، نحن ما عم نقول انه هن المصريات موجودين ومجمدين، ما هي المصاري كتابة الكترونية اليوم، بس الدولة غير التعاونية، لانه الدولة تقول لك بتضل فيها عجلة، بتضل عم تدخل، رح تضل تدخل ضرائب، وتدخلات الضرائب هي رح تخلي اذا صار في اقتصاد انتاجي تزيد الضرائب، وبالتالي ترجع الدولة ترجع ديونا للمصارف. نعم، المحامي والباحث الاقتصادي الدكتور أديب ضغمي، صباح الخير. وزور كيفك؟ يعطيك العافية. ليش بتقول المواطن اللبناني هو الضحية بالخطة الاقتصادية صحيح اللي أقرتها الحكومة؟ بقول إن المواطن اللبناني هو الضحية، يعني المواطن اللبناني هو يلي مول الدولة، هو المكلف اللي بيدفع فاتورة التمويل، يعني يا بدي يدفع فاتورة التمويل من إيداعاته بالبنوك بالمصارف، يا بدي يدفع من الضرائب يلي بدها تفرض عليه. نعم، يعني على الحالتين هو الضحية. طيب هالخطة يعني ما عطيت الاقتصاد لازم تعطيه، كيف بدنا نعمل انعاش اقتصادي بظل هالخطة؟ فيني لخص بدقيقتين الخطة للمستمعين قبل ما تفضل. أعطي ملاحظات وكيف بدنا نعمل. تفضل، بس كنا عم نلخصها نحن والأستاذ معنا. ما بيأثر، يلا لا ما علي، يا تفضل. لا أنا بلي أنه ما نعطي هالخطة حجم أكبر من حجمها، هيدا برأيي بس مسودة أولية فضفاضة لورقة عمل وزارية، الهدف منها واضح هو التوجه للمجتمع الدولي من باب صندوق النقد كإطار للتفاوض تيقدر ياخدوا تمويل خارجي قيمته تقريبا 20 مليار، هيدا كمان تمويل منه مؤكد. نعم. كيفية تكوينها تصلح كإطار لكتاب نوايا لاتر أوف إنتان أو كتاب تفاهم في صار يعني ميموراندوم أوف أندرستاندينج، بحال صار فيه
اتفاق مع صندوق النقد. نعم. الخطة بتبلش بتشخيص الوضع النقدي والمشكلة الأساسية، وهي سياسة تثبيت سعر صرف الليرة بطريقة اصطناعية عبر الاستدانة من المصارف المحلية بظل دولة هشة فرجيل أو فاشلة. هي أنا بقولها مش الخطة، هيدي السياسة بسعرها بحسب الخطة أدت إلى عجز في ميزان المدفوعات، كان يغطي مصرف لبنان ويتكبد خسارة، بس كان كلهم ما بدهم يشوفوها. وهيدا العجز كان يؤدي لارتفاع بالدين وعجز في الموازنة، كمان بغطي قسم منه مصرف لبنان بيتكبد خسارة، بس كمان كلهم ما كانوا بدهم يشوفوها. المهم بهالخطة كيف قالت الوقايه، انه كان مصرف لبنان بمول عجز الميزان المدفوعات وعجز الموازنة بواسطة ادخارات المودعين الموضع على لدى المصارف اللبنانية. بس قررت الدولة عدم دفع ديونها بالدولار وإعادة جدول الديونة بالليرة اللبنانية اللي سموه بالاسم الثاني إعادة هيكلة الدين لأسباب عديدة، تبينت فجوة وكانت الخسارة مخيفة تقريبا 150 مليار دولار. طرحت الخطة تغطي تقريبا 35 مليار منهم من الأموال الخاصة تبع مصرف لبنان والمصاري، وبيبقى تقريبا 115 مليار دولار خسارة. تقترح الخطة لمعالجتها إنشاء صندوق مخصص لاسترجاع الودائع، بالإنجليزي اسمه أحسن Public Asset Management Company. هالشركة أما هالصندوق تملك كافة أصول الدولة باستثناء الغاز والبترول. مش موافقتك ضيفتي؟ لا، ما عاد غيروا بالخطة الثانية، ما عادوا حطوا فيه لهيدا أصول الدولة، حطوا فيه بعض الأرباح، يعني راحوا على شيء كتير ألطف من النسخة الأولى يلي كانت مرفوضة 100%. أنا معك 100%، بس النسخة الثانية حطوا شوية مي بنبيد مثل ما بقولوا. خفيفة شوي. تفضل. طيب هون بالاخر، باخر شيء الخطه بتيجي بتقول انا بدنا نعمل بعض الاصلاحات متعلقه بخفض الانفاق وزياده المداخيل، صحيح، مثل ضبط معالجه الامتثال الضريبي، تحسين تحصيل الرسوم الجمركيه، واغلاء المعابر غير الشرعيه، واصلاحات قطاعيه. طيب هون سؤال، انت صندوق اداره الاصول يلي تغيرت مين بده يديره؟ 100%. اي منظومه بدها تديره؟ وبنعرف انه هالسلطه مش قادره تعين اعضاء هيئه رقابه على المصارف، صحيح، او مش قادره تجيب غاز الا ما تخلق فضيحه، او تعطي مساعدات للمواطن الاكثر فكرا الا ما تخلق فضيحه. طب شو البديل؟ ما لي يعني تفضل. ايه؟ كلنا حكيناه هون، بس يعني اليوم شو البديل؟ شو لازم تعمل الحكومه؟ شو لازم يصير؟ لازم يعني بلد مأفلس ما في اموال. انا رايي الحكومه اليوم الاولويه لازم تشتغل على تثبيت سعر صرف موحد للكل. هيدا الازدواجيه بسعر سعر صرف الدولار، هيدا ظلم الدولار. هيدا ببلش، هيدا البدايه برايك بتبلش من هون؟ هيدا اول شيء، يعني اللي عم يصير هلا بسعر صرفين للدولار، صحيح، هيدا جريمه عم تضل مكفيه وعم تشتري لاخر السنه ما بيجيله شيء. صحيح، هيدا ظلم اول شيء. ثاني شيء ظلم، وكيف بدها تموله هيدا؟ هون فيها تدخل تيجي تحكي مع اذا ما فيها ما عندها تمويل من حدا ثاني، تيجي مع الاي ام اف صندوق النقد الدولي وتدخل بستاند باي اجريمنت. ستاند باي اجريمنت الهدف منه واضح، هو تثبيت سعر صرف الليره وتمويل الفتره الانتقاليه يلي هي فتره استبدال الاقتصاد من اقتصاد غير منتج لاقتصاد منتج. صحيح، بس هن لاحظينها هيدا بالخطة قديم، يعني هن أكيد مش لتثبيت الصرف، هن عم بيقولوا أنه الصرف سعر الصرف موحد بالفعل على 3500 الانطلاقة، بيوصل على 4200 بعد 3 سنين، وبهالوقت هن لاحظينها بخطة مع صندوق النقد الدولي تاخذ لها أشهر عشان سيوصلوا لاتفاق. صحيح، ما هي هون العبرة بالتنفيذ، ونحن كلنا موافقين أنه لسوء الحظ هيدا الحكومة ما عندها القدرة على خلينا بس نسألك سؤال أخير، لأن دائما الوقت بيغدرنا بهالبرنامج. اليوم الناس أخذوا لهم مداخيلهم، كيف بدنا نمشي الاقتصاد الحقيقي وهالموديل الجديد؟ يعني اليوم بده يرجع يخلق ثروات؟ لا، هيدي كمان هي مشكلة كبيرة، يعني بظل أزمة عالمية تيجي الناس تاخذ لها مداخيلها، وأضرب من مداخيلها، يعني أضرب من مداخيلاتها طريقة خلق مداخيل لها جديدة ما بقى عندها. هيدي المشكلة الكبيرة اللي ما عم تلحظ الخطة. فإذا شو المطلوب اليوم من الدولة اللي قلته قبل شوي؟
مطلوب من الدولة تاخذ تجيب مصاري سريعة بشكل سريع، تاخذ قرار سريع تمويل هالمرحلة الانتقالية وتمويل هالترانزيشن يعني نعم سرعة سرعة هون فيها الدولة تاخذ مصاري من الامتثال الضريبي كمان. نعم شكرا لك المحامي والباحث الاقتصادي الدكتور أديب طعمي. الوقت عم يغدرنا اليوم، في انتقادات خلينا نقولها حتى بمقرر لجنة المال والموازنة بيقول هي تجميع أفكار ومنا إيجابية ومنا قابلة للتنفيذ، تبني هالكلام. الجزء الاقتصادي من الخطة كتير ضعيف وبده إعادة نظر كاملة، صار في نوع من تجميع شوبينج ليست هيك نحطت. نقالوا مع صدور الخطة الإصلاحية للحكومة لثقة أكثر من أي يوم مضى، يعني اليوم فيك كتير هلأ في مزايدات، في مزايدات كتير. برجع بقول لازم نميز بين الخطة والواقع، واقعنا مر، الخطة عم بتجرب تقول واقعنا مر، أنا بقترح هيدا الحلول، ما فينا نجي نقول بمجرد اقتراح هيدا الحلول هني عم يخطئوا. ليش عم بيقول مضمون الخطة الإصلاحية في مطبات أكثر من إيجابيات؟ لجهة جهة المبادرة غير المسبوقة لإجراء تدقيق واسع بيستهدف تحديد حجم الفجوة المالية أو الثقب الأسود، يعني اليوم هذا مسؤول مالي بالشرق الأوسط. صحيح، من طلبوا هني تدقيق بالتحقيق فورنسيك أوديت على المصرف، على مصرف لبنان اللي هو شيء أساسي، وانطلب من المجتمع المدني اللي نحن بننتمي له طلب أنه توسيع الفورنسيك أوديت على كل الإدارات والوزارات، حتى مواقف الكتل النيابية، يعني بدل ما تنكب على دراسة كل الملاحظات والاقتراحات عم تتعاطى كأنه هي المهزومة وغير الربحان، أنه عمل خطة هي ما قدرت عملته، هيك بتفسر الكلام يعني اللي أنا بالنسبة إلي في مسؤولية سياسية بدها تتاخد اليوم على كل الارتكابات اللي صارت قبل. هالمسؤولية السياسية كتير قليل اللي مستعدين يحملوها. لسوء الحظ بعدنا مع عالم هني عم بيتعاملوا مع وضع أليم ومرير عم بيعيشوا المواطن بالجبهة الأولى كأنه هني مناوشات سياسية. الخسارة وقعت، المصريات اختفت، خلينا نطلع لي اللي بده يصير للأمام، كيف بدنا نغير النهج تنقدر يصير فيه مساءلة أكتر، ثقة أكتر من اللبنانيين، جدارة بالعالم اللي بدهم يقوموا بالعمل، وتنسيق بين الوزارات. يعني أنه ما فينا نكفي ننتقد، بدنا نبلش نطلع ونعمل خطة مجدية للمستقبل بموازاة يعني المواقف اليوم المحلية في مواقف عالمية نحن بتهمنا ودولية. يعني بالنسبة للخطة وطريقة التعاطي مع هاي الخطة اليوم، يعني مواقف الخارجية الفرنسية أبدت استعدادها لدعم خطة الحكومة اللبنانية الوقوف إلى جانب لبنان، وهذا بيدعم الخطة اللي بدها تصير. الشرط هو أنه صندوق النقد يقبل حتى كل الباقيين يبلشوا يفوتوا. نعم هيدا الشرط الأساسي. نعم خلينا نستقبل اتصال وبعدين رح ينضم لنا رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ظاهر. نستقبل اتصال بسرعة. مين معي؟ بونجور. يعطيك العافية. يا هلا. كله بنحور وبندور، الخطط كلها ما بيعملوها إلا ما يشوفوا يكونوا درسوا بالأول شو مدى مداخيلهم هني من هالخطط. نعم. إلا من حارب الفساد بالأول ونجيب أموالنا المنهوبة ما في أمل، ما في أمل أبدا. نعم شكرا. شكرا لك. كمان رح ينضم لنا المحامي كريم ظاهر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين. صباح الخير. صباح النور. صباح النور وتحياتي لألي والصديقة كمان. بعرف كتير منيح هالصوت. أهلا كريم. بالنسبة ليلي بتعلق بالإجراءات اللي بيركز عليها الصندوق ببرامج التمويل، فرض المزيد من الضرائب اليوم هيك على المحروقات، تحرير الرسمي لسعر الصرف، زيادة ضريبية على القيمة المضافة، هيدي هي صحيح شروط منزلة أستاذ كريم ظاهر؟ ما بدنا نجني عليهم انه بس نحصلها بالزيادات الضريبيه، لانه في تدابير ضريبيه، خلينا نسميها تدابير ضريبيه. ما بدي ارجع اكرر اللي قالوه اصدقائي انه بالنسبه للعناوين انه البرنامج هو مجرد عناوين بدهم تطبيق، لان هذا مزبوط، يعني جهد مشكور بس العبره بالتنفيذ. هلا اللي انا حابب اقوله انه جرأت الحكومه وصفت المرض، وصفت المشكله وحطت تدابير عناوين هي كيانة عن إصلاحات هيكلية جذرية، بس ما حددت الآلية اللي بدنا نوصل لها. ضمن هالمواضيع هو موضوع الضرائب. موضوع الضرائب البرنامج اللي بده يلبي شروط الدائنين وشروط صندوق النقد تقدر يحصل على التمويل اللازم الخارجي بده يزيد إيراداته. زيادة الإيرادات لا تنحصر بزيادة الضرائب.
زيادة الإيرادات هي تنتج كمان عن إصلاحات فعلية، توسيع قاعدة المكلفين، إصلاحات بالمجالات وبالقطاعات الاقتصادية الشتى. وهيدي لاحظها البرنامج وحكي فعليا مثلا عن موضوع التفعيل الضريبي، عن موضوع تكبير قاعدة المكلفين. هلا وين المشكلة بهالموضوع؟ انه الآلية التنفيذ منا مرتبطة بس بالحكومة. انا اللي حابب اقوله انه نحن بحاجة اليوم لا مش بس ننتقد العمل الحكومي، نساعد العمل الحكومي. يمكن ما عندهم كل الامكانيات هن اليوم يقدروا يوصلوا على البدنية. المجتمع المدني والشعب اللبناني لازم يكون واقف بالمرصاد معهم تارة وضدهم طورا وقت بيكونوا عم بيغلطوا، معهم وقت بيكونوا عم بيتشوا نحو الإصلاحات والطبقة السياسية الحاكمة حاليا. أما حتى إذا مجلس النواب كان بودوا أنه ما يساعدهم تينجح وتحريك ما يبينوا فشلوا لقلوا بالمراحل السابقة، نحن يصير في دعم لهالموضوع. وقت نحكي عن التفعيل إذا بدك تحصيل الضرائب وهكذا تكبير قاعدة مكلفين، نحن بنكون عم نحكي عن تدابير سياسية موجعة. يعني بدنا نرفع السرية المصرفية عن كل المكلفين، بدنا نعمم الرقم الضريبي، بدنا نفوت على كل المناطق، بدنا ننزع المحسوبيات. هون في قرار سياسي بده يتخذ. هل رح يتم تسهيل عمل الحكومة بهالخصوص؟ نحن شايفين انه يتخبطوا اليوم القرارات اللي اخذوها من 10 ايام من جمعة، مش عارفين مع الانتقادات اللي عم تنهال عليهم كيف بدهم يعملوا تيطلعوا منها، لانه بهالتدابير اللي اخذوها الشجاعه اللي انا بسمي عليها خوفوا الطبقه السياسيه الموجوده بشتى الوانها وبشتى اختلافاتها، خوفوها وصارت اليوم بدها تنهال عليهم بالشتائم والانتقادات. يعني هذا بيعني انه رايحين هن باتجاه المضغوط، كيف بدهم يتساعدوا؟ هول مواضيعهم هن، بس وقت بيحكوا كمان انه بدهم ينزلوا الحد الادنى للخضوع لضريبه القيمه المضافه للصفر بالمئة، وبدهم يطبقوا الضريبه الموحده على الدخل. هول تدابير بدك تنجبري تجيبي موظفين جدد الى وزاره الماليه. نعم. من ناحيه ثانيه هن موقفين التوظيف. هل ضمن الإصلاح اللي بدهم يعملوه بالإدارة العامة؟ لأن عنا نحن فائض ببعض الوزارات وعنا شغور بوزارات أخرى، هل رح نرجع نعمل تأهيل لبعض الموظفين ونحولهم وين ما هن وجودهم ضروري؟ يعني نشيلهم من سكك الحديد وزارة الإعلام وين هن وجودهم غير ضروري ونعمل لهم تأهيل دراسات جديدة؟ ليش لا؟ لحديث ما نوصلهم على الإدارة يلي هن بده يكونوا في فائدة لهم فيها. أما نعمل إعادة هيكلية جديدة للإدارة، هيدي يعني حدث ولا حرج مثل ما بيقولوا، وغايد من فايد من التدريب بدها تتاخد. هي العبرة مش بالعناوين، العبرة بالتنفيذ. عنا كتير 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 تدابير ضريبية كتير مهمة حاطينها ولأول مرة عم بيلحظوها، مثل موضوع الإعفاءات. نحن عايشين على إعفاءات قديمة غير ذي جدوى اليوم بالوقت الراهن، وعايزين تحفيز وحوافز جديدة ضريبية للقطاعات المنتجة للاقتصاد الفعلي، وهذا حقيقة حاطينه هن بكل البرنامج. هذا موضوع كثير مهم. من شان هيك نحن لازم ننظر بنظرة إيجابية، نحن لازم نحمل الحكومة مسؤولية هالشعارات أما هالعناوين المهمة اللي حطوها بالبرنامج، ونوقف بالمرصاد لتنفيذها. حاطين هن مهل، حاطين شهر وست شهور ومهل مرحلية، بدنا على كل مرحلة من المراحل اللي بدون يصل عليها نحاسبهم ونحاسب مجلس النواب ونحاسب كائن مكان بالطبقة السياسية الحالية يلي ما بده يساعد أما بده يوقف حجر عقبة بطريق الإصلاح الفعلي. نعم. على كل حال أنا بدي أشكرك لأنه انتهى الوقت. بدي أشكرك أستاذ كريم ظاهر، بس كنا بدنا نسأل أنه اليوم في مؤسسات عم بتسكر، في بطالة، في ناس قاعدة ببيوتها، إذا المؤسسات كمان انهارت كيف بيقلع الاقتصاد؟ هذا أهم موضوع لازم نتوقف عنده، لأنه كانت عم تقول صديقة هلا أنه نحن اقتصادنا اليوم بحالة يرثى لها، وما فينا ننطر تنرجع نعمل التدابير ونطبقها إذا بعد ما نوعى وبعد ما نخلص بيكون كل شيء راح والاقتصاد انهار. نحن بحاجة اليوم نساعد المؤسسات ونساعد الأجراء لأنه هن الاثنين ضحية، المؤسسات لأنه ما عندهم مدخول
وبغياب المدخول ما فيهم يصرفوا على موظفينهم وعلى معاشاتهم ورواتبهم، والأجراء لأنه إذا وصلوا على حد فصلوا من عملهم وكانوا بدون شغل ما رح يقدروا يقوموا بواجباتهم، سددوا ما يترتب عليهم من موجبات وقروض ونفقات. ونحن عارفين أنه اليوم زيادة الأسعار مطردة، هيدي المشكلة الفعلية. بدنا نوصل على فقر مثل فقر البلدان المتخلفة. نحن نسبة الفقر تعرف هلا وصلت لعتبة 46% اليوم. وين بدنا نوصل؟ نحن بلد لبنان نتغنى كنا بانفتاحنا، نتغنى بثقافتنا، بالأدمغة تبقولنا اللي نصدرها لبرا. وين بدنا نروح؟ نحن أهم شيء في تضامن ملحوظ اجتماعي مهم كتير، هذا بيمتازوا فيه اللبنانيين سواء بالداخل وبالخارج. المهم نروح أبعد من هيك، والدولة تتعاون، وفي برامج تقدمت للحكومة خاصة لوزارة العمل في سياق إعادة تنظيم الأمور بغياب تدابير فعلية بتلحظ هيك ظروف من قبل قانون العمل. في تدابير عم ينشغل عليها وإن شاء الله تسلك الطريق المضبوط وتوصل على مبتغيها. شكرا لك رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ظاهر. نسمع أسعار البورصة والعملات بسوق بيروت الحدث، وبعدها منتابع مع ضيفتنا المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا إرادة الأستاذة هلا بجاني. صباح الخير. افتتح مصرف لبنان الدولار الامريكي بسوق بيروت على سعر 1501 1514، عم يتداول بين المصارف 1512 1514. اسعار العملات الاجنبيه جاءت على الشكل التالي: اليورو 1.09.07، الين الياباني 106.62.72، استرليني 1.24.61.71، الكندي 1.40.33.43، الاسترالي 0.64.48.58، السويس ري 0.96.49.59، سهم سوليدير أو سهم سوليدير بيلم يتم التداول فيهم بعد. أونصة الذهب 1702، أونصة الفضة 1481، سعر برميل البرنت 28.69، الدولار عم يتداول عند السيار في بين 4030 و4060. منذكر أنه مصرف لبنان أقفل افتتح الدولار الأمريكي عفوا على سعر 1501 1514، عم يتداول بين المصارف 1512 1514. أما اليورو 1.09.07. موجز الحدث على صوت لبنان على رأس الساعة. الحدث خدمة إخبارية من العربية. نايلسات عامودي 12169. غارات إسرائيلية تستهدف مواقع إيرانية في حلب وبادية الميادين بريف دير الزور، ومصادر الحدث تؤكد استهداف مركز البحوث العلمية في حلب بخمسة صواريخ، والنظام يتحدث عن صد الهجوم الصاروخي. مجلس النواب العراقي يصوت مساء اليوم على تشكيلة الحكومة الجديدة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي وبرنامجها الوزاري. ورئيس البرلمان يؤكد أهمية تشكيل حكومة قوية تلبي مطالب العراقيين وتحمي مصالح البلاد العليا. منظمة الصحة العالمية تؤكد أن الولايات المتحدة لم تقدم أي أدلة تدعمها للصين بأن مصدر كورونا مختبر في مدينة ووهان، وتشير إلى أن الأدلة لديها بنيت على أن الفيروس طبيعي منشأ بعد تفكيك خارطته الجينية. زعماء العالم ومنظمات دولية يتعهدون بتقديم 8 مليارات دولار لإجراء أبحاث وتصنيع وتوزيع لقاحات وعلاجات محتملة لمرض كورونا، والولايات المتحدة ترفض المشاركة في الجهد العالمي. ألمانيا سوف تتخذ إجراءات إضافية لتخفيف قيود الحجر المفروضة بشأن كورونا، تشمل إعادة فتح المتاجر الضخمة والمدارس في جميع المستويات تدريجيا. عدد الوفيات في العالم جراء فيروس كورونا يتجاوز 250,000 حالة، ونحو 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة وحدهما منذ انتشار الفيروس في ديسمبر الماضي. عمدة نيويورك يرفض الدعوات المطالبة بوقف الاستعانة بالشرطة لفرض التباعد الاجتماعي في المدينة، وجامعة جونز هوبكنز تسجل 1015 وفاة خلال الساعات 24 الماضية في أدنى حصيلة يومية منذ شهر. موجز الحدث على صوت لبنان على رأس الساعة.
الحدث خدمة إخبارية من العربية. نايلسات عامودي 12169. نقطة على السطر. صوت لبنان منتابع مع ضيفتنا المديرة التنفيذية لمنظمة كلنا إرادة هلا بالجاني. خلينا ناخذ فويس مسج. صلوا زمان ناطر واتصل أكثر من مرة. أنت وضيفتك الكريمة بقى بدي أحط خطة. أنا لا بعرف بالخطة ولا شيء. أنا كمواطن اليوم قبل ما يروح أحط خطة تشوفوا الأملاك البحرية وشوفوا تدريب الهدر ويشوفوا الأملاك النهرية صحيح وشوفوا ال 5000 موظف مدري كم واحد مفوتين على الدولة يعني بيقبضوا معاشات بلاوي. هودي إذا بيجمعون كلهم مع بعضهم منا بحاجة لحتى نتدين من العالم ونروح نشحن. بس هني هودي هيك ما بيطلع بإيدهم شيء. خلص معروف من حكمون معروف الجهة اللي هي حطتهم وخلصت. يروح يسكروا المعابر غير شرعيه بفوت مصاري الله على البلد. نعم يعني اكثر اتصالات المستمعين ومداخلاتهم عم بتكون حول هالشيء. هيدا المطلوب بمحاسبه الفاسدين تسكير مزاريب الهدر قبل الانطلاق باي خطه. خلينا نحكي شوي نحن وياك اليوم يعني هل سيبادر صندوق النقد الى فتح خزائن فورا؟ يعني اهلا وسهلا تفضلوا خذوا اموالكم وقديه رح يعطينا كيف بدنا نرد لهم اياهم؟ اول شيء بالنسبه لصندوق النقد لبنان كدولة كعضو بصندوق النقد بحق له ب 900 مليون دولار. هيدي هي السلفة الوحيدة اللي هن 900 مليون دولار ما بيوصلونا على شهر أو شهرين استهلاك. طلع تعديل بال2008. التعديل هو بيقول أنه بحالات استثنائية فيك تطلبي لحد 4 مرات أو نعم. 5 مرات نعم. هيدا المبلغ يعني عم نحكي عن بطال لبنان نعم. والظاهر في استعدادية من صندوق النقد أنه يعيرنا تقريبا بين 4 و5 مليارات. بس صندوق النقد لأنه بيجي مع رزمة شروط كتير قاسية إجمالا بس بنفس الوقت صار وبتابعها لأن ما بيعطيك إياهن هيك 5 مليار وبقلك تفضل تصرفي. بيصير ينقط لك إياهن وبيصير يشوف إذا أنت عم بالفعل البلد عم بيستجيب على الشروط اللي هو حاططها. بس وجود صندوق النقد بيفتح الباب لغير مقرضين ولغير دول مانحة. ونحن بالأساس الدول اللي عم بتتابع بألمام شو عم بيصير بلبنان من هيدي الخطة هن دول مانحة تبع سادر. فبالتالي الدولة اللبنانية عم بتقول أنه هي بحاجة فالخطة هيدي الوضعت أنه نحن بحاجة ل 25 ل 30 مليار دولار على فترة 3 أو 5 سنين لحتى نقدر من مين نلبي حاجات المواطنين من بشبكة أمان. يعني عم نحكي عن غطاء صحة وأمان غذائي ومن مال تاني لحتى نقدر نضخ أموال لنرجع نخلق اقتصاد منتج عبر بنى تحتية أساسية وعبر دعم لبعض القطاعات. بس أكيد صندوق النقد منه نزهة يعني بس نقول أنه أول شغلة بيطلبها صندوق النقد هي زيادة ضرائب وتقشف. صحيح لأنه بس تكون بلد مفلس يعني انت خزينتك فاضية فبدك ترجع تملي الخزينة فبالتالي بدك تروحي صوب الضرائب. والأهم أنه نحن نضلنا صاهرين أنه هلا الضرائب تكون عادلة. ومن ميل تاني بدك تخفف نفقاتك وهن هيدي الخطة كتير مخفف النفقات. نحن بالنسبة لنا زيادة عن اللزوم التقشف المحطوط وما لازم يكون هالقد. لازم نقبل بأنه نحن نقدر نصرف أكتر شوي على شبكة أمان وعلى بركة. تخلفنا في دول عديدة تخلفت عن الدفع يعني تعاونت مع صندوق النقد وتخلفت عن الدفع. شو بيصير؟ أنا بعتقد من نحن ما موجودين اليوم من هلأ بشوف أنه رح نتخلف عن الدفع لأنه إعادة هيكلة الدين يلي كانوا عم بيطالبوا فيها عدة اقتصاديين متابعين الملف اللبناني هي أنه تنعاد هيكلة الدين ونقص حتى يصير 60% من الناتج المحلي. نحن الناتج المحلي تبعنا رح ينزل إلى النص. ومع هيدا وكله الخطة لاحظة أنه تعمل هيكلة الدين لحتى يصير تقريبا 90% من الناتج المحلي. بما أنه هيدا الناتج رح يوطى بعد أكتر مع الكورونا يعني نحن بسرعة كتير هيدا الدين رح يرجع يصير غير مستدام. بس منه كمان شيء غير مألوف. عدة بلدان بتتخلف مرة أو مرتين بترجع عن الدفع وبترجع بتنعاد الهيكلية إذا كان السلوك الإجمالي بالإصلاحات جيد. هل الخطة بتغير وجه لبنان الاقتصادي؟ في كتير مقالات بهالإطار يعني محللين اقتصاديين
لازم وجه لبنان الاقتصادي يتغير. نحن مش انا عم بقول انه صندوق النقد بيعمل هذا الشيء، نحن كقوى عامله وكمواطنين لازم نطلب بتغيير وجه لبنان كله، مش بس الاقتصادي والسياسي كمان. في معلومات بتقول في رساله رح توصل بنهايه الاسبوع الى رئيس الحكومه من مديره الصندوق تتضمن رد الصندوق حضرتك بهالاجواء. رد الصندوق على أنه إيجابي أو سلبي؟ لا. يعني أو لا. بعتقد الصندوق عم بتابع من زمان، يعني من فترة الصندوق عم بقول للبنان من أكثر من سنتين أنه لازم أنتوا تبلشوا برنامج إصلاحي وتحكونا، بس كان في رفض سياسي للمحاورة. دور المجتمع المدني والشعب اللبناني بمواكبة هالخطة، خلينا نستقبل اتصال وبعدين بتجاوب. تنهدت كتير ليه؟ مين معي؟ ألو بونجور. بونجورين، يعطيكم العافية. شكرا. أنا بدي أسأل سؤال غير شيء، منشان الدولارات اللي عم تجي من المغتربين لأهاليهم حددوها ب3200 والدولار ب4060 هلا قالوا، وأمرار عم يوصل ل4200، طيب نحن بعد ناقصنا خسارة كمان. شكرا يعني لك، أهلا وسهلا فيك، وصلت الفكرة، تفضلي. صحيح هيدا ظلم مثل ما قلنا للجميع، ولازم يصير بأسرع وقت ممكن توحيد لسعر الصرف، تتبني الدولة ويكون شفاف ويكون عم بلبي كل الطلبات، وإلا بده يضل فيه يصير تلاعب، وهيدا الخطة بتلحظه من أول بنود تبعولها. تنجاوب على السؤال قبل ما تنتهي الحلقة. دور المجتمع المدني الشعب اللبناني أساسي. تنهدت لأنه أساسي، لأنه ما في حدا غير الشعب اللبناني ممكن اليوم يجاوب على الأساسيات وحاجاته، هو مسؤول الأول والأخير عن أداء الدولة، يعني هو بده يضل عم بتابع وعم بحاسب وعم بيضغط. عنا حكومة عندها استعداد، بس ملقوطة بين نارين. أول نار هي نار النفوذ السياسي والمنظومة السياسية اللي جبتها على الحكم، ومن ميل تاني الشعب اللبناني الغضبان واللي فاقد الثقة. عنا نحن خلينا نقول عنا خلينا نقول مؤامرة، أنه هيدي المقامرة، يعني هيدي الحكومة يمكن نحن نقدر نجذبها أكتر صوب الشعب اللبناني إذا نحن تابعنا سلوكها وحسبناها وكفينا الضغط على الشارع، لأنه من دون ضغط ما رح يصير في تغيير بالأداء السياسي بلبنان. طالما هن كانوا